بدأ النجم كريم عبد العزيز تصوير الجزء الثاني بمسلسله الزيبق تأليف وليد يوسف ومن إخراج وائل عبد الله في مدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المقرر أن يصور كريم عبد العزيز جزء كبير من الأحداث في أكثر من دولة منها السودان، جنوب إفريقيا، ألمانيا، السويد. الزيبق مأخوذ من ملفات المخابرات المصرية، وتم عرض الجزء الأول على شبكة تلفزيون أون وحقق نسب مشاهدة عالية جدا، وشارك في بطولته شريف منير، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، فادي إبراهيم، إدوارد سهر الصايغ، ونهلة سلامة، وتميم عبده، ورامي وحيد.